مساء الخير. بحساباتنا الشعبية الموروثة من جدودنا المستقردات بتبدأ ب 25 شباط وبتتواصل لحد 4 أدار مدتها 7 أيام، فإذا ما شطت كتير بشباط بيستعير 7 أيام من أدار لهالدار، وهيك بأغلب الأحيان منشهد تساقط للأمطار والثلوج بأول أيام أدار، وبيكمل أدار أيامه بالشمس الحلوة والزهور وفرش العشب الأخضر فوق السهول والجبال لطل بشاير الربيع ب 21 أدار. بالعودة إلى طقسنا، خريف متقلب وممطر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب منخفض جوي عم بيأثر على طقسنا، والحرارة عم بتكون معتدلة منخفضة فوق الجبال، الرطوبة عادية أما الهواء فمتوسط السرعة والبحر مائج شوي، حرارة 124 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة مترافقة بعواصف رعدية، ولبكرة طقسنا غائم مع أمطار متفرقة وغزيرة ببعض المناطق مترافقة بعواصف رعدية وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والحرارة رح تسجل الليلة على الساحل 15، على المرتفعات 11، بالبقاع 5 والأرز درجة، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 16 ببينو، رحبة 16، راشانة 21، بننتقل من بعدها إلى مرم خايل 22 درجة، ومن بعدها يونين 20، مارون الراس 17، كفر رمان 16، بيت مري 20، رياق 15، الديمان 7، والهرمل 17. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 و65%، حرارة سطح الماء 24 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة، والريحة بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 15 أدناها أقصاها 24، نهار الأحد بتتراوح بين 15 و 22، ونهار الاثنين بين 16 و 23. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا من عمان 16، دمشق 20، والقدس 16، مننتقل من بعدها إلى الجزائر 21، والرباط 20، ومننهي مشوارنا ببرلين 11. وهيدا كان كل شي. باي.